أيضا مشاهدينا للمزيد إثراء الحوار حول الانتخابات المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار عصام الدروزي خبير في النظم الانتخابية. سيادة المستشار أرحب بك على شاشة يون لايف. بالنظر إلى الظروف الداخلية والظروف الخارجية المحيطة بمصر، كيف تنظرون إلى انتخابات رئاسة المصرية 2018 إذا ما قارناها بالانتخابات السابقة؟ في ظل ما تمر به البلاد من ظروف قد تكون بالغة التعقيد، وفي ظل ما انعكس إيجابا على وعي المواطن نتيجة ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، والتي أثقلت وعي الناخب وعززت من قدراته على إمكانية الاختيار القائم على إدراكه بخطورة هذه المرحلة التي تمر بها بلاده، وفي ظل حرية إبداء الرأي وانتشار الثقافة السياسية وحرص كل مواطن على استخدام حقه الانتخابي الذي اعتبره القانون واجب وطني، أعتقد أن الناخب الذي بهذا الشكل سيحرص كل الحرص على أن يكون عنصرا فاعلا في مجتمعه، يدرك أن لصوته قيمة ويتخلى عن سلبياته، فبلده في حاجة إلى صوته ومشاركته أيا كانت اختياراته. سيادة المستشار، بصفة حضرتك خبير في النظم الانتخابية، ما هي الإجراءات التي تم اعتمادها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، الإجراءات الجديدة إذا ما قارناها بالانتخابات السابقة للتسهيل على المواطنين لإجراء الاقتراع بسهولة ويسر؟ نشير ابتداء إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أنشئت بالقانون 198 لسنة 2017، والذي حدد لها مهام وأوكل إليها اختصاصات، عهد القانون إلى المادة الثالثة بإيضاح هذه الاختصاصات والتي زادت على 26 اختصاصا، جاء على رأسها وفي صدارتها إصدار جميع القرارات التي تنظم عمل الهيئة الوطنية وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقا لأحكام القانون. وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الجدول الزمني التفصيلي للانتخابات الذي يستطيع بموجبه أو عن طريقه الناخب أن يعي كل ما يتعلق بعملية الانتخابات منذ دعوة الناخبين للانتخاب وحتى إعلان النتيجة. من حيث تختص الهيئة الوطنية فيما تختص به دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها، وإعمالا لهذا الاختصاص صدر القرار الهيئة الوطنية الذي حدد هذه المواعيد وحدد فترة الصمت الدعائي وليس الصمت الانتخابي الذي تتوقف فيه كل وسائل الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين بكل صورها، وهي يومي السبت والأحد القادمين بمشيئة الله 24 و 25 مارس، صحيح، بحلول 12 ليلا من مساء السبت 24 من مارس. الأستاذ المستشار عصام الدروزي الخبير في النظم الانتخابية، نشكر لك تواجدك معنا على شاشتي أونلايف.